ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الإستراحة ووصلنا للفقرة الطبية أهم فقرة بالنسبة لي في البرنامج. آه هنتكلم النهاردة عن واحدة من أكتر الشكاوي والمشاكل اللي طبعاً بنسمعها وبيعاني منها الكتير جداً وهي الإحساس بالتعب، الإرهاق، الخمول وده ممكن جداً يكون طبيعي وغير مقلق لكن لو أخذ معانا فترة بسيطة خلاص انتهى. زي ما بيحصل مع كتير مننا. لكن المشكله بقى هنا بتكون انه لو الشخص طول الوقت بيشتكي انه حاسس باجهاد وتعب شديد مستمر وخمول وحتى لو اخد وقت كفايه من النوم او الراحه بيصحى جسمه شويه يحس انه مكسر كانه ما نامش. في الم بيحصل في كل مفاصل وعظام جسمه. احيانا كتير جدا بيأثر على عدم قدرته على اداء ابسط المهام اليوميه. هنعرف اكتر عن الاسباب الارهاق المستمر ده وازاي يعني نقي نفسنا منها مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو النهارده دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه بيكس فارم اهلا بيك يا دكتور اهلا شيف عظيمه سعيد جدا ان انا ابقى موجود معاكي والله الله يخليك فرده ده شرف ليا طبعا موضوع مهم يا دكتور واحنا في كل فقره في حلقاتنا بنحاول ان احنا ايه ناخد منه جزء جزء ونبدا ن... نفصصه زي ما بيقولوا، صح كده؟ صح. خلينا بس هي مش الفقرة الطبية لأن المطبخ بتاعك كله مطبخ صحي. الحمد لله. وهثبت لك ده إزاي؟ حضرتك آخر حاجة عملتيها السلطة بتاعة الفاصوليا. يعني. آه مظبوط. حضرتك قلت معلومة فيها إن إحنا بنقلل الملح على قد ما نقدر. صحيح. تمام؟ على فكرة الملح هو بيسموه السم الأبيض القاتل. أيوة. ملح والسكر. صحيح. كل ما بنقلل الملح والسكر كل ما الأمراض بتاعتنا بتقل، وكل ما بنزود الملح والسكر في اكلنا مم. كل ما بنعاني من امراض كتير صحيح النهارده لما نيجي نتكلم واحنا بنتكلم على حاجه تخص العظام هتلاقي ان الملح دايما المريض بتاع العظم عندنا نقول له لازم تقلل الملح قوي مم. ليه لان الملح ده في الاساس هو عباره عن صوديوم صحيح صوديوم كلورايد الصوديوم لما بتاخد ملح كتير فانت بتاخد صوديوم كتير فالصوديوم ده بيستبدل الكالسيوم اللي هو الاساس في العظم بتاعنا مم. تمام عشان كده هي مش الفقره الطبيه هو المطبخ كله بتاعك مطبخ صحي طبي ربنا يخليك كده دي رقم واحد صحيح. رقم اتنين دايما انا بقول المطبخ ده عباره هو معمل صحيح بنحط حاجه على حاجه عشان تطلع حاجه تاني صحيح الفقره بتاعتنا النهارده احنا بنتكلم على التعب والارهاق تمام هو علمونا زمان في المعامل ان في معادلات بتبقى معادلات طرديه وفي معادلات بتبقى معادلات عكسيه المعادله العكسيه اللي هي المعادله اللي رايحه جايه أيوة. يعني بتحط حاجه على حاجه بيديك حاجه تانية الحاجه التانية دي لو سخنتها ترجع لك المكونات الاساسيه تمام هو النهارده اللي بيحصل في موضوع التعب ده هي عمليه عكسيه بمعنى اخر ان تلاقي من ضمن اعراض التهابات المفاصل او من اهم الاعراض يقول لك العيان ما بينامش ايوه من شده الالم من الوجع اه وهو يعني لما بي ما بينامش ايه اللي بيحصل الالام بتزيد مم. لان معروف ان النوم او الراحه أو التعب النفسي والجسماني هو عامل مشترك في معظم الأمراض اللي إحنا بنعاني منها. يعني مثلا تلاقي مرض القولون لما ينامش يتعب. حتى على فكرة الناس اللي بتنامش كتير تلاقي مثلا شعرها بيقع كتير. لما بنتكلم على العظم تلاقي إن الإنسان اللي ما كويس هو عنده مشكلة في العظم مم. وهو عنده مشكلة في العظم من شدة ألم هو مش عارف ينام كويس. تمام؟ وفي حاجة تانية يعني لو حضرتك فت... تقصد سواء هو شاعر بالالم ده او مش شاعر بيه لسه مش بالدرجه؟ ايوه مم. خلي بال احنا احنا لو تفتكري في حلقه من ضمن حلقاتنا قلنا هو القاعده بتاعتنا في كرس العظم بتاعنا مم. او مش في كرس العظم في العظم عموما هو فيتامين دال ايوه صح ومن ضمن الاعراض بتاعت نقص فيتامين دال إن العيان ما بينامش كويس. مم. يعني العيان بتاعنا لو ما بينامش كويس أو عنده أرق أرق قلق أو قلق بنقول له خلي بالك أنت وارد جدا يبقى عندك مشكلة في نقص فيتامين د. طب هو لما يبقى عنده مشكلة في نقص فيتامين د اللي يحصل؟ بالتالي امتصاص الكالسيوم في العظم هيقل. يبقى بالتالي عندي مشكلة في العظم. عشان كده اتفقنا إن هي معادلة مرتبطة ببعض. تمام. طب إحنا بقى عايزين نحل هذه المشكلة. أيوه. يبقى نحل هذه المشكلة إن أنا في الأول أديك حاجة تزود امتصاص الكالسيوم. هي. وتع وتعالج مشكله القلق ال والارق ال ال واضطرابات النوم اللي بتحصل لك. كويس واللي هي عباره عن ايه؟ مم. فيتامين د. كويس. اول مكمل غذائي النهارده هنتكلم فيه هو الاساس اللي احنا بنبني عليه اللي هو الفيتامكس. الفيتامكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2000 وحده دوليه من فيتامين د. كويس. يبقى انا اديتك فيتامين د في صوره مكمل غذائي. وقبل كده على فكره احنا اتفقنا ان ان هما بيعرفوا ساعات المكمل الغذائي اللي هو عباره عن مجموعه فيتامينات ان هو غذاء ومكمل غذائي يعني انا بكمل لك الغذاء بتاعك ايوه هو ده الفيتابكس بيعمله انا بديك فيتامين د في صوره بسيطه في صوره قرص 2000 واحده دوليه ليه لان هو بيقول لك احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000 علشان كده دايما في المكمل الغذائي من مدرسه الوقايه خير من العلاج أيوة. انت تاخد المكمل الغذائي عشان ما يحصل لكش المشكله مم. بس لو حصلتك المشكله برضه هتاخد المكمل الغذائي تمام يبقى الفيدا بيكس النهارده اول حاجه عندنا اللي هو ايه مم. عباره عن 2000 وحده دوليه 2000 وحده دوليه بيتاخد قرص واحد في اليوم لو انا بديهولك ككورس وقائي او كمكمل وقائي مم. لو انما لو هو علاجي مم. باخد قرصين مع بعض كويس علاجي يعني ايه يعني انت عندك وهو موجود عندنا مم. على الشاشه هو يعني بمعنى اخر ايه؟ ان مم. انت النهارده لو عندك مشكله في اضطرابات النوم اللي هو عنوان حلقتنا النهارده يبقى حضرتك هتاخد الفيتابكس الفيتابكس اه معلش اه الفيتابكس هحل مشكلتين، هحل لك مشكله الارق اللي بتحصل لك في موضوع النوم اللي هو نقص فيتامين د، وهحل لك مشكله العظم اللي هي مرتبطه بقله النوم ايوه واللي قله النوم مرتبط بالام العظم مظبوط ده اول مكمل غذائي عندنا طيب كويس. احنا واحد قلت في في حوارك في الحلقه بتاعت حضرتك قلت ايه في فقره بتاع حضرتك قلت ايه قلت انا بحاول اقلل الملح في الطعام مزبوط مظبوط واتفقنا ان هو الاساس في تكوين العظام هو الكالسيوم صحيح والكالسيوم مرتبط ارتباط وثيق بفيتامين د انا حليت لك مشكله فيتامين د يبقى لازم برضو احل لك مشكله الكالسيب. الكالسيوم عشان موجود. اخلي العظم بتاعك كويس صح عشان كده عندنا المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو السي دي زيت بيكس والكالسيوم محطوط فيه في صوره الكالسيوم سيتريت واتحط في صوره الكالسيوم سيتريت ما محت... اتحطش اعتباطا لان مشكلتنا مع الكالسيوم و... واعتقد أنه هو موجود عندنا على الشاشه دلوقتي هتلاقي مشكله كو... معظم ال... الفورمات اللي موجوده في السوق بتاعه الكالسيوم محطوطه في صوره الكالسيوم كربونات وعشان كده دايما العيان اللي بياخد الكالسيوم يقول لك ايه انا بس بيحصل لي أرصف معدتي بعاني من الامساك عندي مشكله في المعده مم. احنا تغلبنا على عز... هذه المشكله ان حطيت لك في صوره الكالسيوم سايتريت وعلى فكره طبعا في اوروبا والامريكان الكالسيوم بيتاخد صوره الكالسيوم سيترات كبروتوكول بعد نص سن 40 بتاخد لازم تاخد قرص في اليوم مظبوط لان احنا ما بناخدش كفاياتنا من الكالسيوم على مدار عمرنا صحيح وزي ما علمونا بتوع التغذيه انك انا وحدتي انا المفروض تاخدها من الكالسيوم اللي هو المصدر الاساسي بتاعه هو منتجات الالبان المفروض تاخد ثلاث وحدات في اليوم يعني ايه وحدة الوحدة يعني هي كباية أيوة. يعني ثلاث كوبايات لبن او ثلاث كوبايات زبق ده ما بيحصلش فاوريدي كلنا بنشتكي من نقص او عندنا مشكله في العظم صحيح يبقى انا حليت لك المشكله الثانيه ان انا اديتك الكالسيوم فصوت الكالسيوم ستريت اللي هو السيد زيت باكس تمام في مشكله مرتبطه جدا بالعظم حضرتك أه. قلتها في المقدمه المفاصل ايوه وعلى فكره ده بقى ده الموضوع اللي هو اهم موضوع في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيها هم كلهم مهم بس ده يجي اهم. المفصل زي ما اتفقنا قبل كده عباره عن ايه؟ عباره عن اي عظمتين بيلتقوا مع بعض عن طريق الاربطه م. وبينهم جضاريف ده بيسموه مفصل. أيوة. مفصل كتف، مفصل كوع، مفصل حوض، مفصل ركبه، ده اللي هي ايه؟ اللي هي المفصل. م. يبقى المفصل عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق اربطه بينهم الغضاريف والغضاريف هنا بتعمل ك... كانها كوساده او مخده هم. بتمنع احتكاك العظم ببعضه بس المخدات دي بينهم كمان سائل اسمه الهيرونيك أسد اه الهيرونيك هو ده اللي بيمنع احتكاك الغضاريف ببعضيها تمام. او تاكل الغضاريف السائل ده لما بيقل الغضاريف بتاكل في بعض الغضاريف لما بتاكل في بعض نخش في خشونه الركبه ودي مقدمه لتغيير المفصل وما ادراك ما تغيير المفصل عشان كده احنا دخلنا بالمكمل الغذائي التالت بتاعنا النهارده اللي هو اسمه الجوينت بيكس. ايوه ومن اسمه هو حاجه خاصه بالجوينت يعني حاجه خاصه بالمفاصل عباره عن ايه بقى الجوينت بيكس ده م. عباره عن جلوكوزامين والكوندرتون. ايوه وهو موجود عندنا اهو على الشاشه عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون وهيرونيك اسيد الجلوكوزامين والكل... وال... وال... والكوندروتون دول اوريدي الجسم بينتجهم عشان يحافظ على صحه الاربطه والغضاريف بس مع مع العادات السيئه الغطيء... الخاطئه في الحركات او في الاكل او في الشرب ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي المواد دي بتنتج بكميه مش كافيه ان انا احافظ على صحه الاربطه والغضاريف بتوعي. <applause> عشان كده انا حطيت في الجوينت بيكس. اوكي. <applause> حضرتك هتلاقي الجلوكوزامين تركيزه في الجوينت بيكس عباره عن 1000 عب... في... هو الجسم بيحتاج في اليوم 1500. <applause> انا حطيت لك تركيز الجلوكوزامين في الجوينت بيكس 500 مللي جرام. <applause> عشان كده احنا اتفقنا في في بدايه حوارنا قلنا ايه؟ انا عايز اديك المكمل الغذائي كحاجه وقائيه. <applause> يعني ايه وقائي انا مش عايزك تعاني من المشكله ايوه تمام عشان كده حطيت لك 500 لو انت هتاخده وقائي هتاخد قرص واحد في اليوم من الجوينت بيكس كويس لو انت هتاخده علاجي هتاخد قرصين في اليوم اه قرصين انا اديتك ايه اديتك في القرصين 1000 مللي جرام من الجلوكوزامين كويس والكوندروتون اللي هم مسؤولين عن صحه الاربطه والغضاريف طيب ايه بقى الهيرونيك اسيد ده اللي موجود برده عندنا في الجوينت بيكس م. اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف اه عشان يمنع احتكاك الغضاريف ببعضها ده, ده اللي فيه بعض الناس بتروح يا دكتور عشان تحقنه بالظبط حضرتك بس هو من وجهه نظرك احقن احسن ولا اخده بالبق احسن؟ لا طبعا اخده بالبق أريح ده في ناس بتتعب جدا في موضوع الحقن طبعا طبعا وبعدين خلي بالك انا بديك حاجه هتفضل معاك دي خشنه الركبه حضرتك مم. شايفه في الاخر بنوصل لايه؟ ايوه ان الركب بت... ال... الغضاريف بتت... بتت... بتتاكل بتتاكل ويبتدي العظم يحط السائل ده خلاص ما بقاش موجود خلاص عشان كده انا حد... انا لك بقى في الجوينت مكس ايوه يبقى الجوينت مكس عباره عن جلوكوزامين مم. والكوندروتون والهيرونيك اسيد كويس تمام مش كده وبس وفي البرومالين بما ان انا بكلمك على مكمل غذائي البرومالين اللي هو ايه مستخلص الاناناس اللي هو بعض الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في المفصل بيبقى عندها تورم في منطقه المفصل فالبرومالين هنا بيشتغل كحاجه مضاد للتورم مم. اخر حاجه عندي في الجينت ميكس اللي هو مستخلص الزنجبيل مم. اللي هو الجينجر الشنجر ده بيعمل او الزنجبيل بيعمل ايه؟ احنا لو دخلنا على الفيسبوك كده او على اي حاجه جل او حاجه وكتبنا الزنجبيل هيقول لك اهم حاجه بيعملها ان هو بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه العضل وبيحسن من كفاءه الايه المفصل. كويس عشان كده انا حاططهولك في الجوينت بيكس. عشان كده بنقول الجوينت بيكس ايه؟ هو عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. مم. كلوكوزامين كوندروتون، هيرونيك اسيد، برومالين والزنجبيل. كويس بيعمل ايه حضرتك؟ اولا بيحسن من حركه المفصل. حركه المفصل مرتبطه بالسائل ايوه لما الناس عندها السائل بيقل, بيقل. ايه اللي بيحصل؟ يقول لك انا ساعات ركبتي بتخني عندي مشكله بسمع صوت طقطقه في الركبه يبقى اول حاجه سهوله حركه المفصل تاني حاجه ان احنا آه بالظبط اه دي دي حضرتك الفيديو ده مهم جدا اللي هو بيقول لحضرتك ازاي بنوصل لخشونه الركبه ادي 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 الركبه عندنا اهي ادي الغضاريف اللي بيحصل بيحصل اول حاجه التهاب بعد كده بتبتدي الغضاريف تتاكل مم. نتيجه بقى عادات الرياضيين والعادات السيئه الغاطئه بص حضرتك الغضروف التاكل ايه اللي بيحصل لما او التاكل اول حاجه السائل الغضروف التاكل دخلنا لمرحله خشونه الركبه انا بقى في الجوينت بيكس انا مش هوصلك للمرحله دي تمام ولو انت عندك المشكله دي انا هحلها لك نرجع تاني الجوينت بيكس بيعمل ايه سهوله حركه المفصل بناء الاربطه والغضاريف عن طريق الجلوكوزامين والكوندروتين الموجودين فيه بيخفف من ورم المفصل عن طريق البرومالين بناء عظم قوي بيخفف الالام عن طريق الزنجبيل وبيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل كويس جدا اتفقنا بكلمك على مكمل غذائي يعني بيعمل حاجتين حاجه مم. وقائيه او حاجه علاجيه هي. حاجه وقائيه يعني انت بروتوكول بتمشي عليه عشان ما تعانيش نأمن نفسنا نأمن نفسينا مم. من حته الام المفصل او التهابات المفصل ونخش في تغيير المفصل وقايه يعني باخد قرص واحد بعد العشاء كويس طب علاجي يعني بشتكي هم. بشتكي بقى صوت طقطقه عندي تورم ما بعرفش انام بالليل يبقى يعني هنا باخد قرصين من الجوينت بكس طب قول دكتور الكورس ده مناسب لاصحاب الامراض المزمنه؟ اه على فكره هو بص مكمل ده هي دي من ضمن المكملات الغذائيه بميزتها ان انا بديها في الغالب لاصحاب الامراض المزمنه مم. على فكره هو الكالسيوم مش مرضى الغسيل الكلى بياخدوا الكالسم؟ اه بياخدوه بياخدوا جرعات عاليه انا بس بقول للدكتور بتاعي خلي بالك انا معايا كالسيوم كذا كذا هو هيظبط له الجرعه بتاعه الكاف اه هياخد فيش اي مشكله مزبوط. مع اصحاب الامراض تبقى محسوبه يعني المزمنه الحمد لله بس انا عايز بس لو تسمحي لي بما ان آه. احنا اتكلمنا على كورس احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات في الكورس تمام في حاجه رابعه عندنا وقت نتكلم فيها صح اه طبعا اتفضل طيب. بما ان احنا بنتكلم على الكورس اول حاجه نقول بس الجرعات بتاعت الكورس بتاعنا مم. عندنا الفيدا بيكس اللي هو الفيتامين ديال باخده بعد الفطار اه باخد السيدزت بيكس اللي هو الكالسيوم باخده بعد الغدا عند الجوينت بيكس باخده بعد العشاء تمام لو انا باخد وقائي باخد قرص أوه. واحد ايوه لو باخد علاجي باخد قرصين تمام. طبعا يجي على راس هذا هازل... على راس هذه المجموعه وهذا الكرس الوحش بتاعنا اللي هو القلب مالتفيد ايوه وليه وليه القلب ده انا بعتبره امبريلا لوحده لان هو عباره عن مجموعه من الفيتامينات والمعادن النادرة ما تلاقيها مجتمعه كلها في قرص واحد ايوه مظبوط ودايما بضرب مثال واحنا صغيرين انا عندي مشكله في الشعر الدكتور راح كتب لك زنك لوحده مفيش غير زنك صح عندي مشكله عايز اقوي المناعه بتاعتي او احسن كفاءه البشره كتب لك فيتامين سي الفوار لوحده او الكالسيوم لوحده كل حاجه أو لوحدها الكالسيوم لوحده الزنك لوحده ايوه مظبوط فيتامين بي لوحده اه ميزه القلب الملتفيت ان هو عباره عن 13 معدن من المعادن اللي الجسم بيحتاجها والفيتامينات نادرا لما تلاقيها كلها مجتمعه في قرص واحد تمام تمام القلب بسرعه كده في الزنك في فيتامين سي في مجموعه فيتامين بي كلها أوكي. في الفوليك اسيد الفوليك اسيد ده مهم جدا مم. للسيدات الحوامل والسيدات عموما عشان موضوع الانيميا في الكالسيوم في الكبر كويس يعني هو بتاخد. وكمان مجموعه آه فيتامين بي دي انها لا. تبقى موجوده كلها يا دكتور في في قرص في ناس ما بتحبش الحشو سالتيني آه. سالتيني على المرض المزمنه ايوه هو دايما مريض السكر بنقول ايه لازم ياخد البي 12 اه انا لك على فكره في آه. القلب مانتيفيت نرجع تاني الكرسي بتاخد ازاي م. بناخد قرص بعد الفطار من القلب مانتيفيت مع قرص فيتابكس لو كويس. انا ما عنديش اعراض نقص فيتامين د لو عندي الاعراض وفي الغالب هيبقى عندنا الاعراض بناخد قرصين من الفيتابكس تمام باخد الكالسيوم بعد الغدا ايوه عشان ابقى امنتلك معدتك تماما كويس وباخد الجي بعد العشاء قرص لو انا عايز اخده كحاجه وقائيه ايوه انما لو عايز اخده كحاجه على علاجيه, علاجية باخد قرصين تمام يبقى كده الكورس كامل طبعا من خلال الارقام بقى اقول نحصل على الكورس منين وهو متاح لكل المحافظات اهم من الارقام م. ان اللي هيرد عليكم في الارقام ديه أيوة. فريق طبي متخصص يسالك شويه اسئله مم. عشان في الاخر يحدد لك هي جرعه علاجيه ولا جرعه وقائيه كويس الارقام موجوده على الشاشه حضرتك هتتصل في اي وقت اللي هيرد عليك ناس متخصصين فريق الطب المتخصص بيبتدي يسالك شويه اسئله مم. وعلى فكره بيبقى في متابعه بيتعمل لك كارت في الشركه وبيتابعوا معاك كل اسبوع كل 15 يوم هييه. الحاله وصلت فين الدنيا ماشيه ازاي لان هو بيتابعك هو مش بيديك الكورس وخلاص لا ده هو في الاخر عايزك تبقى كويس كويس جدا طيب قول لنا بقى الاسعار يا دكتور عشان عايزينك الناحيه الاقتصاديه مهمه دلوقتي حلو بص حضرتك ايوه هو هو على فكره ده طبعا شركه بيكس فارم شركه مصريه أيوه. والمنتجات اللي فيها منتجات مصريه مم. الاسعار بتاعته مور ايكونوميك كويس جدا يعني ايه مور ايكونوميك يعني اقتصاديه جدا ايوه ايوه يعني حضرتك على فكره انا انا فوجئت بالاسعار اسعار مم. في متناول الجميع ما عشان كده بقول لحضرتك قولها لانه ده كورس فيه اكتر من, وأهم حاجة من, من في شهر يا دكتور اه طبعا واهم من الاسعار مم. هو بيغنيك عن مشاكل هتصرف عليها كتير اكيد يعني حضرتك ولو هنجيبها يا دكتور اصلا ك... كمكملات غذائيه بس آه يعني بارقام بقت اصبحت برضو ارقامها عاليه آه جدا طبعا جد. هو كل ما هو مثيل في السوق سواء كان مستورد حتى ومحلي لا شركه بيكس فار زي ما هي حطالك فريق طبي متخصص يتابع معاك هي لك اسعار عشان في الاخر احنا يهمنا ان العيان بتاعنا يخف مم. وعلى فكره دي اكتر حاجه تسعدني يعني باك اللي فيدباك اللي جهالي عن الكورس بتاع البيكس فارم في العظم انا مبسوط ان احنا قدمنا رساله والرساله دي فادت ناس يمكن حد يعني بيتناول نعم. في مستشفيات آه ما شاء الله دا خاصه دا بالجيش حد ناس آه محترمة دا دا يعني ده تراست في ال في ال في, ال في الكورس أيوة. يعني الثقه في الكورس في موجود في بعض المستشفيات زي ما حضرتك قلتي والله يا دكتور احنا سعداء طبعا بوجود حضرتك، سعداء بالشرح يعني المبسط التفصيلي اللي حضرتك بتشرحه لنا. اتمنى حضراتكم تجربوا الكورس وتشوفوا اسعاره وتقولوا لنا ايه الدنيا وتبداوا كده تشوفوا اخبار المتابعه ايه وان شاء الله الناس اللي عندها مشاكل في العظم وبتتضايق من موضوع الموضوع الحق. تلاقي حل باذن الله آه واسمحوا لي اشكر ضيفي طبعا اللي شرفني ونورني النهارده دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه بيكس فارما نورتني وشرفتني دكتور علاء وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كل متابعيني الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي شكرا جزيلا وتحية وحب وتقدير لحضراتكم من هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة والسلام عليكم وعليكم السلام